احنا معانا ضيفنا الاستاذ الدكتور اشرف سليم، هو استاذ ورئيس وحده واشعه صحه المراه بقسم الاشعه كليه طب القصر العيني. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف قد ايه يفرق انه المراه تعمل كشف مبكر عشان تعرف المرض. خلينا الاول نبتدي ان الكشف المبكر هقسمه جزئين، جزء ما قبل سن الـ40، ودي بتبتدي نعود الفتاه البنت وهي مثلا عندها 18 سنة 20 سنة ازاي تكشف هي ذاتيا على صدرها. وانا جاي يعني في موديل هنا معانا، ممكن لو تسمحوا لي بسرعة كده. اكتر وقت للكشف الذاتي للثدي هو بعد انتهاء الدورة. يعني بنقول لو نقول يعني ايه بعد انتهاء الدورة، يعني بنبتدي من يوم، لو انا هحسب الدورة من اول يوم يبقى باجي من يوم السابع لليوم العاشر. تمام. يكون الثدي هادي ومفيش فيه اي حاجه هرمونات مؤثره عليه، ويبقى احسن بيبقى ساعه ما بناخد الشاور او الدش بتاعنا، بناخد الثدي ده بنعتبره زي ساعه كده، وبنيجي البنت تبقى بتحط ايديها، لو نحن الايد الشمال دي كده ونريحها خالص، ونكشف بالايد اليمين، ونعتبر ان هكشف مره براحه الكف، واخد الاربع هقسمه اربع اربع، وبعدين في الديل اللي هو اللي بيبقى من هنا ده بنسميه ديل الثدي، اكشف عليه كده، وبعد ما اخلص ده ابتدي اعمل باطراف الصوابع على كل ربع من الثدي، وبرده ما ننساش الحته اللي هي دي هيت وتحت الباط، وبعدين من منطقه الحلمه بنقدر بالصبعين كده يا دوبك ضغط بسيط قوي عليها، نشوف اذا كان في اي افرازات ولا لا. انا المفروض الاقي ايه؟ يعني لو كلاكيع بقى. احنا بقى بنعلم البنت وهي لسه صغيره انها تعرف النسيج الثدي بتاعها، تعرفه انه ده الطبيعي بتاعها. تمام. كل بقى شهر تكشف بهذا الشكل، لو لقيت حاجه بتروح تستشير الطبيب. دي اول حاجه. تمام. بس ايه هي الحاجه؟ كلكيعة يعني؟ كلكيعة طبعا. كلكيعة دي اول حاجه. او حاجه انا عايز اقول حاجه صغيره جدا، اي كلكيعة. كلكيعة او 90% او اكتر من الكلاكيع الثدي هي حاجات حميده، عشان بس ايه ممكن تغييرات تانية في الجلد، سواء احمرار في الجلد او الجلد نفسه اللي داخل لجوه شويه او باظظ لبره شويه، تغييرات في الحلمه نفسها دخلت لجوه، حاجه جديده اكتشفتها، اي حاجه جديده يعني طرأت على الثدي، فدي لازم تروح تستشير الطبيب. يبقى دي اول حاجه بعلم البنت من وهي 18 سنه لغايه الـ40 سنه. من سن الـ40 بقى لازم نبتدي نعمل الماموجرام، والماموجرام هو الوسيله الوحيده المعترف بها عالميا انها هي اللي لها القدره على الكشف المبكر على اورام الثدي. تمام. احنا بقى مش بنستنى نكشف لغايه ما ورم الثدي يبقى ورم يتحس. لا، احنا بنكتشف الماموجرام، اهميته الاساسيه ان انا اكتشف هذا الورم قبل حتى ما يبقى ورم، يعني وهو لسه من مليمترات صغيره. تمام.